صباح الخير اعزائي المشاهدين، اهلا بكم معنا في صباحنا المصري لصباح يوم السبت. احنا معكم دايما بنكون على مدى ساعتين، دايما بنقدم لكم فقرات متنوعه، والنهارده معنا اكثر من فقره حقيقه واكثر من موضوع، بالاضافه طبعا لاخبارنا. نقول لكم صباح الخير. صباح الخير زميلتي عزيزه اده. صباح الخير حساني، وصباح الخير مشاهدينا الكرام. نسعد بوجودنا مع حضراتكم في صباحنا المصري. هنبدا معاكم كالمعتاد باهم العناوين. خلال اجتماعهما بالقاهره، النائب العام يوقع مذكره تفاهم مع نظيره الليبي بهدف تطوير العلاقات بين النيابتين لمكافحه شتى صور الجرائم خاصه الارهاب. ترحيب في ليبيا بعد اكتمال فتح الطريق الساحلي سرت مصراته الذي يربط شرق ليبيا بغربها. الصحة تعلن تسجيل 45 إصابة جديدة بفيروس كورونا وأربع حالات وفاة، مع خروج 545 متعافيا من المستشفيات. القضاء التونسي يفتح تحقيقا مع أربعة من أعضاء حزب النهضة بسبب القيام بأعمال عنف أمام البرلمان، وأنباء عن اعتقال نائب برلماني على خلفية الأحداث. مصادر أمريكية وأوروبية ترجح تطور طيران في الهجوم على ناقلة نفط قبال السواحل عمان تديرها شركة إسرائيلية، ومقتل شخصين في الهجوم.